السلام عليكم. حزب الله يعلن استهداف 19 موقعا اسرائيليا دفعة واحدة. إن لم تكن مشتركا في القناة فشارك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن حزب الله اللبناني استهداف 19 موقعا ونقطة عسكرية إسرائيلية دفعة واحدة على طول الحدود اللبنانية مع شمال فلسطين المحتلة. وقال الحزب إنه بالتزامن مع الهجوم شنته المقاومة الإسلامية بالمسيرات الهجومية على ثكنة زبيدين في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة. هاجمنا في وقت واحد عند الساعة 3:30 عصرا يوم الخميس 19 موقعا ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة، وحققنا فيها إصابات مباشرة. وأضاف أن المواقع المستهدفة هي المرج والماكلية وجل الدير ورأس الناقورة البحري وخربة وزعيث والظهيرة ونقاط مختلفة على طول الحدود اللبنانية مع شمال فلسطين المحتلة. وتشهد الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة توترات وتبادل متقاطع لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الاحتلال من جهة وحزب الله اللبناني من جهة أخرى منذ بدء المواجهة بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر. ودخلت الحرب يومها 27 منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حيث واصل جيش الاحتلال قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 شهيدا و 32,000 جريح فلسطيني. وذكرت الوزارة أنه من بين القتلى 9061 يوجد 3760 طفلا شهيدا و 2326 شهيدة بإذن الله، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن حماس أسرت أكثر من 240 إسرائيليا. بالأخير، إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.